سلام عليكم ورحمة الله، معاكم ام كامل او محمود كامل. حلقة جديدة يا شباب، وطبعا النهاردة الجزء التاني يا شباب. والنهاردة يا شباب هنهرب من مومو الشريرة. ايوة يا شباب، النهاردة هنهرب من مومو الشريرة. فقبل ما يبدأ المقطع، طبعا انتوا لما قلتلكم وصلوا المقطع 50,000 لايك، وصلتوا 60,000 لايك. فالنهاردة يا شباب لو عايزين جزء تاني لازم توصلوا المقطع ده 70,000 لايك. فبتمنى من كل واحد قاعد بيتفرج على المقطع ده ينزل دلوقتي يضغط لايك ويشترك في القناة مش مشترك، وفعل زر التنبيهات. اهم حاجة عايزين نوصل المقطع ده 70,000 لايك يا شباب في يوم واحد بس، لو عايزيننا نعمل جزء تالت من مومو الشريرة. واهم حاجة يا شباب تعمل لي فولو على انستجرام اللي قدامك على الشاشة، قناتي الجديدة قدامك على الشاشة برضو. واهم حاجة يا شباب تكون مشترك عشان خاطر المسابقة اللي انا عاملها على الانستجرام على 5 موبايلات. اتأكد انك مشارك فيها وعامل على البوست ده كومنت وعامل قلب في الانستجرام، اوكي. وطبعا انا معايا ليبرا، ومعايا انا رامي، ومعايا سحس الف. انت بترقص قدام الخنزير؟ ولا سيب الخنزير. ولا ايه ده؟ انت بتحميه؟ الخنزير بيعرف يسبح. بيعرف يسبح؟ استنى عوم. لا 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 بس لا، حقوق الحيوان حقوق الحيوان. خنزير بيحس السحس، فاهم كيف انت؟ قصده ان الخنزير شبه سحس. قصده ايه يعني ان الخنزير شبه؟ انا مش فاهم حاجه. بيحسش انت فاهم، هو بيحسش. انت بتحسش سحس؟ حاسس ولا بيتصنع؟ حاسس ان هو بيتصنع، صح؟ ايوه هو كده. ايوه يا شباب، قصده عشان يعني ان سحس فار وكده، ان هو حيوان يعني والحيوانات مش بتحس. لا يا حبيبي، الحيوانات بتحس، صح يا سحس؟ طب اضربني. ايه ده قصدك؟ يعني لو شديت ديلي كده، لو شديت ديلك هتحس؟ استنى. اوكي يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا مجهز لهم لعبه اسطوريه يلعبوها دلوقتي. هنا رامي وسحس وليمرا، زي ما انتم شايفين الشيست الاسطوري ده، كل واحد هياخد له بلوكر بامب واحد. اللعبه دي لا، هي تاخد واحد بس، كل واحد واحد. وكل واحد ياخد انفل واحد برضه، تمام؟ يلا خدوا الانفل، وخد نايس. واحد ما خدش بلوكر، واحد ياخد البلوكر بتاعه. انا في حاجه انا ما خدتهاش، كانت في الصندوق. ماشي خدها. اوكي شباب، طبعا البلوكر ده زي ما انتم شايفين فاضي، ولكن عشان نملاه يا شباب لازم نجمع بلوكات. لازم تبقوا لابسين الانفل ده يا شباب، زي ما انتم شايفين شايله على ظهري اهو الانفل، شايله بشعري وظهري زي ما انتم شايفين. بص شكله عامل ازاي شباب. خلي بطيء ده ياب، ما هو يخليك بطيء. اسمع بقى، كل واحد فينا هيبقى ليه شجره، تمام؟ ادي شجره، 2، يلا 3، يلا اخر واحدة 4. كل واحد فينا ليه شجرة، والشجرة بتاعته هتكبر يا شباب. استنوا اهي كده الشجرة الاولى. سؤالي كام؟ أيوة. ده استفاد منه ايه ده؟ ده خليه دلوقتي هقول لك فايدته ايه، ما تقعدش بس تضرب بيه. استنى بص يا شباب، هكبر الشجر ده كده كله، تمام؟ كل واحد يختار له شجرة، يلا كل واحد يختار له شجرة. انا اخترت الشجرة دي. بس الابرة حسب. بس خلاص، هو خد دي. خلاص انت خدت دي وانا خدت دي. ما تكسرهاش، اوعى تكسرها، محدش يكسرها. انا خدت الشجرة الأخيرة، يبقى دي شجرتي، ودي شجرة الابرة، ودي شجرة سحس، ودي شجرة بلانت. بصوا بقى يا شباب هنعمل ايه دلوقتي. شباب المفروض ان انتوا عشان تملوا البامب ده اتاكوا شيفت كده ودوسوا عليه كليك يمين، هتلاقوا فتح معاكم قايمه، صح؟ ايوه. لازم تملوا القايمه دي بلوكات، تمام؟ لازم تملوا القايمه دي ايه؟ بلوكات. هي انت ضربت بيه ازاي وانت معكش بلوكات؟ اوكي تعال بص، لازم تجمع بلوكات عشان يضرب كويس. اول ما تجمع بلوكات ولا دايموند؟ لا اي بلوكات، تمام؟ البلوكات اهم حاجه يا شباب، تكون اي بلوكات، يعني حتى لو ديرت هات الديرت. طب ماشي، هجمع بسرعه. ايه بقول لك ايه، يعني انا يعني مش عايزه اقطعك في المقدمه وكده، بس انت نسيت حاجه. هي ايه ده، انت ضربت بيه ليه؟ انا قلت لك اضرب بيه، ما تضربش بيه يا رامي. المفروض ان انت يا رامي هتغطي الشجره بتاعتك بيه، بس لازم ان انت تجمع الاول ديرت، بعد كده نبدا ان احنا نغطي الشجره، واول واحد يغطي الشجره هو اللي هيفوز معانا. ماشي ولا مش ماشي؟ يعني كده كل واحد له شجره، صح؟ ايوه بالظبط. يلا بصوا، انا فايز. يلا كل واحد يلا يروح يجمع بسرعه. الشباب طبعا معناش شافل ولا معانا اي حاجه، وهنبدا دلوقتي شباب ان احنا نجمع زي ما انتم شايفين كده. يلا درتايه، 2 درتايه، 3 درتايه، يلا بسرعه عايزين ان احنا نجمع اول ناس عشان نبدا ان احنا نغطي الشجره بتاعتنا الجميلة، ويا شباب نكسب التحدي الاسطوري ضد رامي وليبرا وسحس. يا شباب هل تتوقعوا ان احنا نقدر ولا لا؟ انا اتوقع ان انا اقدر ان انا اكسبهم في التحدي ده. كامل إيه؟ كامل دي الانفل وراي، لازم تضل علي ولا اشيلها؟ ايوه لازم انت تفضل على ظهرك كده عشان تعبت. ياب لازم، لا حتى لو تعبت. اوكي يا شباب، ولا انتوا عايزين تخرجوا البنت دي من هنا؟ حد فيكم عايز يخرجها اهي؟ بنت دي؟ لا لا لا، شوف اللي بيخرج البنت على طول ده،
لازم عشان نخرج البنت ده نوصل المقطع كام على الابره. اقرا كام على الابره. 60,000 لايك. 60,000 لايك يا شباب. الناس اللي مش بتحط لايك ولا بتشترك في القناه، عايز اقول لكم لو عايزيننا نخرج البنت دي انزلوا دلوقتي حطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. اهم حاجه لو المقطع وصل 60,000 لايك هنفتح لها كل. هي ده مين اللي دخل؟ اوكي رامي مش عارف يطلع. بص مش عارف يبني، مش هيعرف، اتحشر. لا لا دخل عندها خلاص. يبقى رامي والبنت لو عايزيننا نخرجهم 60. هي هات الانفل. اوكي واحنا نقدر نحط الانفل ده دقيقه. لا مش عايز البسه، عايز احطه على الارض. ما نقدرش احطه على الارض، عايزين نسد على. لا كنت عايز اسد على رامي يا شباب، ما خلوش يعرف يطلع. اوكي مفيش مشكله، يلا بينا بس نجمع شويه ديرت كده. تمام تمام يعني مش كتير يا شباب، يعني خلاص احنا ربنا نخلص بس هم شويه كده. تمام انت جمعت يا سحس؟ جمعت. هي هي بدا يشتغل، بداوا يشتغلوا وانا لسه. لا لا يلا بسرعة بسرعة. لا يا شباب لا بسرعه 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 بسرعه. اوكي ايوه 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 والله عليك يا كامل. ايوه اوكي لا خلص 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 معايا، خلص معايا الدرت. لا لا يا شباب هيكسبوا هيكسبوا. لا 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 بليز سحس سحس هاجي طششني يا سحس، اعمل الشجره حقتي. لا 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 يا شباب لا 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 اتوقع ان اللي هيكسب. انا غطيت شجرتي. ايه غطيتها ازاي؟ غطيتها فين وريني؟ لا ما تغطيتش كامله، استنى. امال ايه؟ اوكي لا معيش درت معيش درت. معيش ولا درتايه. لا يا شباب لا الموضوع صعب جدا الصراحه وكان محتاج شافل، بس مفيش شافل، هو التحدي تحدي. اول ما تغطي شجرتك كامله يا سحس بدون حتى لو ورقه ليف زدان خلاص بعتبرك كسبان. اوكي يلا تمام تمام. طب بسرعه افتح الانفنتوري حط ده. اوكي كده كده كده. لا معيش تاني. لا لا يا ربي لا. هي شوفوا الابره عمل ايه. هي يا عم غطيت شجرتك ها؟ زعلتك شويه. لا يا شباب بيساعدوا بعض. لا شوفوا شجرتي، حاسب شجرتي. لا شوفوا غطيتها كلها. انا اللي غطيتها. بص شجرتي بص بص. لا انا اكتر انا اكتر. لا يا شباب لا لا دي بس دي ده غش ده ده غش ده غش. استنوا بس صراحة مكمل. لو دي اللي دي على ظهري مش موجودة كان فوز كلها دي. دي حجة دي حجة ودي غش يا شباب. شوفوا كلهم غشوا. بس ايه ده؟ شوفوا رامي غطى الشجرة بتاعته. غطيتها شوف. لا يا حبيبي رامي اكتر واحد مغطيها. شباب اكتبوا تحت في الكومنتات مين اكتر واحد مغطي الشجره بتاعته. هي شخص اتحشر شخص اتحشر. هي انقذوا سحس انقذوا سحس. تعالى تعالى. ايوه ايوه يا شباب شوفوا سحس انقذته ازاي. تعالوا بقى تعالوا خلاص خلاص محدش يلعب بيها تاني خلاص خلاص خلاص. اوكي يا شباب انا اتفق. انتوا اكتبوا تحت في الكومنتات تتوقعوا مين اللي فاز في التحدي. زي ما انتوا شايفين الشجر قدامكم اهو، بس في شجره هنا يعني في شجره تقريبا كلها مش موجوده اللي هي الشجره تقريبا بتاعت سحس. انت الثانيه يا سحس صح؟ دي بتاعتك؟ لا لا دي بتاعت مين؟ دي بتاعت دي بتاعتي. ايوه دي بتاعتك صح، ودي بتاعت ليبرا ودي بتاعتي. ايوه ايوه. لا لا بس شباب انا شايف الصراحه من رايي انا بتاعت سحس اللي اتقفلت خالص وبلانت يعني ها فاضل لها كام واحده ولكن سحس عشان في النص. سمعني. ايه كام اسمعني مكامل، انا لما كنت اضرب على تعيتي كان يجي على اساس بالغلط يعني. لا مش دعوه. لا 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 يا شباب قصده ما هو كان بيضرب هنا على الشجره بتاعته بقت تيجي على بتاعت سحس وتغطيها. بصوا بتاعت سحس مش باين لها اثر خالص. فشباب اكتبوا برضه انتوا تحت في الكومنتات تتوقعوا مين اللي فاز في تحدي الاشجار، سحس ولا ليبرا ولا رامي ولا ام كامل. الشباب فطبعا انا عشان انا بصور فاكتبوا ام كامل. اوكي بحبكم والله العظيم بحبكم. لا انا 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 شوفوا شوفوا ده قبل شوفوا شوفوا. ايوه 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 اي كده يا شباب انا ايه ده؟ شباب ولا رامي اللي نمت. قوم يلا قوم ده تعب يا شباب شكله. شوفوا هنا. طب بص فين هنا المكان ده اللي جابوه تاني؟ احنا مش كسرناه وفجرناه اخر مره؟ مش دوت اللي في راس الصفاره و... ايوه برضه ومومو. اوكي تعال نشوف المكان ده. اوه ماي جاد شباب شوفوا دي امها مومو ولا ما مش عارف دي مين. دي مومو ولا ما مومو شكلها مرعب شكلها مرعب جدا شباب. طب نقدر نكلمها تاني ولا ما نقدرش ولا ايه؟ ايه ده؟ وسعوا موبايل جديد كول مومو وموبايل جديد يا شباب موبايل ايفون 4 تقريبا. شوفوا هي ما تضربش الراجل ما لكوش دعوه بيه بقى لك. ما لكوش دعوه بيه عشان يدينا الموبايل بقى. اوكي شوفوا هنا كاميرا ومكتوب ايه في اوكي فينا في كتاب. اوكي تعالوا نشوف ايه اللي مكتوب في سنو
اسنو هاي عشان ناخد الموبايل محتاج 118 حبايه من السنو. لا يا شباب طب نجيب منين سنو احنا دلوقتي؟ ها الجبل ده فوق سنو شباب، شوفوا الجبل ده فوق سنو. طب بصوا عشان خاطر نجيب السنو ده، تعالوا اكيد لازم نعملها شافل. انا هعمل شافل واحد من الايه من الخشب، محدش فيكم يعمل شافلات، انا اللي هعمل التحدي ده. خلوا التحدي ده عليا يا شباب، وانا اللي هرن على مومو النهارده يا شباب، وهنشوف الجزء الثاني ايه اللي هيحصل معانا. جامد ما عرفتش حاجه. ايه انا هربت اول ما شفت مومو، انا هربت. ايوه ما انا فاكر المره اللي فاتت شباب. المره اللي فاتت ريبلا او قلت اسمك ريبرا. ليبرا اول ما شاف مومو خلاص خد بعضه كده وجري يا شباب. فانا النهارده ومش هيجري يا شباب، ولا هتجري زي كل مره ولا ايه؟ مش فاهم. مش عارف. بص لو حسيتها مخيفه اجري، حسيتها عاديه وكده ما تجريش. ماشي يلا تعالوا ورايا يا شباب. بسم الله. دلوقتي ايه ايش كان مكتوب في الكتاب؟ طيب كان مكتوب في الكتاب 118 حبايه سنو، فاحنا نروح نجمع لنا 118 حبايه من السنو المدور ده يا شباب. احنا اكيد مش هنجيب لها ايه بلوكات، اكيد هو مش عايز بلوكات يعني، فهو هتلاقيه عايز البلوكات اللي هي مدوره. فاحنا هنجيب له تقريبا هيعمل بيها اللي هو تلج الافراح ده، عارفينه؟ او اللي هو شباب التلج البخاخ ده اللي بيستخدموه في اعياد الميلاد والحاجات دي يا شباب، هو ده هتلاقيه هو عايز يعمله. فلازم نجيب له الحاجات دي من الجبل احنا عشان ناخد المكالمه او الكول يا شباب بتاع مومو الشريره. لازم نجمع له 118 حبايه زي ما تقولوا كده، لازم عشان يساعدنا لازم احنا نساعده. اوكي فاحنا ما عندناش مشكله هنساعده، هنكسره يا شباب كده اهوت ست حبات كده. هنقعد نجمع بقى يا شباب 118 زي ما هو طلب مننا بالظبط. اوكي استنى نطلع كده. هي اصلا على السريع. اوكي كم هم على السريع يعني؟ سنو دوت سريع قوي. ايوه بيكسر بسرعه حتى لو بيشافل مش كويس يعني، فاهم؟ يتكسر بسرعه كده. اوكي بس نطلع فوق. كسرت بيدي ما تكسرش ليه؟ ما هو لازم نشافل ليبرا، لازم نشافل زي الشافل كده. شوف شافل. يلا يا شباب شوفوا بقى، انا جبت الشافل دلوقتي، هنبدا بقى نشتغل الشغل العالي ونجمع لنا شويه السنو اللي هو طلبهم مننا الراجل اللي عايز يدينا المكالمه بتاعت مومو الشريره. يا ترى يا شباب تطلب مننا ايه، ولا هتعزمي، ولا ايه اللي هيحصل يا شباب؟ ده اللي احنا هنشوفه. استنوا بس نجمع. هي هات اللي وقع منك. هات انا عايز العب بيها. لا هات الوقع منك، ما تلعبش بيه. وقعت لو هات العب بيه، ما احناش غير شاف الواحد. خد. لا يا شباب. يا براء اتوقع ان لا يا ليبرا، على فكره الشافل ده مش بيكسر غير 100 واحده بس. لا يا ليبرا وهو عايز 118. لا يا شباب لا، ليه يا ليبرا لازم تلعب بيه اهو اتكسر. 16 و16 اتوقع 32 64 و32 يبقوا كام؟ 64 و32 يبقوا 96. لا مش هيكملوا. اسمعني انا مسموني ليبرا السريع، اروح اجيبها بسرعه. لا ما تجيبهمش بسرعه، ده احنا كده لازم نسرق الموبايل. لا يا ليبرا لا يا ليبرا. عادي اصلا احنا دايما نسرق صح؟ ما احنا دايما بنسرق بس مش كل مره يا ليبرا، يعني انت دلوقتي خسرتنا، هنعمل ايه؟ لازم دلوقتي نروح ونستنى الليل لما يجي ونتسحب تحت البيت. هي شوفوا اللاعب بيلعب بالسنو ده. هي خرب السنو اللي انا اديته له. خلاص يا شباب بما انه بقى خد، تعال خد جلا. بس يعني ايه مكمل عايزنا ندعم مشان مومو؟ دي واحده بتخوف يعني اصلا. يا عمي لازم هنعمل ايه؟ ما احنا لازم نكلمها، هم الشباب طلبوا ان احنا نكلمها، لازم نكلمها. تعال خلاص تعال روح بقى للراجل، او مش هنروح للراجل، تعالوا نبني مكان نقعد فيه دلوقتي لحد ما الليل يجي، وبعد كده الشباب هنبدا نتسحب للمكان او المحل اللي موجود فيه الموبايل اللي نقدر نكلم منه مومو الشريره عشان خاطر نقدر ان احنا نكلمها. اوكي يلا تعالى نعمل لنا مكان اسطوري كده ننام فيه يا شباب. مش عارف ليه يعني لازم تضرب يعني وحده سنوبول، اديك لما ضربت اهوت مش هنعرف ناخدهم يا ربي. فخلاص مش مشكله يا شباب، مفيش اي مشكله يعني. فداك يا ليبرا، فداك بس لو عملتها تاني هنقتلك احنا والشباب. هنقتلك. اوكي اوكي يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي دخلنا على المكان اللي موجود فيه المكالمه بتاعت مومو، هننام هنا. هنا حلو جدا، تعالوا نعمل لنا مكان كده ننام فيه يا شباب. اول ما الليل يجي يا شباب الساعه 3 الفجر كده نبدا ان احنا نروح عند المكان اللي هو المحل ده ونتسحب من تحت الارض كده. هننام هنا. هننام في الارض. طب ما تيجي عندي على البيت احسن صح؟ لا 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 في البيت لا، احنا ننام هنا عشان اول ما الليل يجي نبدا ان احنا نتسحب على طول. هي رامي خنزير ما ينفعش ينام معانا، خنزير ده يبقى بره هنا. مش هينفع ينام معانا. خش. ريحته وحشه يا عمي.
ايوه خلاص خدوا وامشوا، خدوا وامشوا. اوكي يا بنات كسر كده، كسر 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 كمان، كسر كمان كمان. لا 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 خلاص اوكي خلاص، هم دول بس، بس عشان ما ننامش على ما ننامش على الستون وكده. اوكي بس شوفوا شوفوا صح سمر، هي 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 كسر كده كسر، شوف شكله شوف شكله متخلف كده. انتوا بتعمل لنا عشه؟ حاضر اعمل لنا عشه كده نستخبى فيها. ايوه اوكي كده كده. بص بقى احلى قعده، احلى قعده. ايوه الله عليك، ادخل يا لبرا، ادخل يا رامي، رامي ادخل معانا جوه. لو عايز رامي عمل لنا باب. استنى استنى ما نخلص تظبيط، حط دي هنا. اوكي استنى حط دي هنا وحط دي هنا. اوكي لا استنى استنى، نايس بلوك نايس بلوك، استنى حط دي هنا. شوفوا الله على البكاء. وسع يا حبيبي وسع يا شباب. دلوقتي هنقعد ونستنى لحد بالليل، واول ما الساعه تيجي 3 الفجر هنبدا نتسحب ونروح تحت المحل يا شباب، ونسرق المكالمه ونرن على مومو الشريره ونشوف ايه اللي هيحصل، واللي متحمس يضغط لايك بسرعه. هي ده نام يا شباب، شوفوا الاثنين. هي هي النار اتطفت والشباب نايمين. شوفوا اللي قاعد بيضرب بالسنوبول وهو نايم، ده قاعد بيضرب بسنوبول وهو نايم. اصحى اصحى واصحى انت كمان، اصحى واصحى انت كمان. ايه ده؟ هي محمود انا الوحيد. ايه اللي تدب دي؟ ايه اللي تدب دي؟ شوف شوف شوف، اخوك شايل الانفل من امبارح، ذكي هو كده، ذكي دايما طول عمره. في حد ينام بالانفل؟ لا ده انت لسه شايلها عادي، انما هو شايلها من امبارح، انت متخيل نايم بيها؟ يعني ذكي جدا. اوكي يلا بينا، الجو ليل وسعوا كده. او ماي جاد الجو ليل يا شباب، شوفوا الليل والنجوم والقمر ده يا شباب، في مليون واحد قاعد فوق القمر ده، مليون مشترك يا شباب، واللي يضغط اشتراك هيبقى شبه ده قمر كده، والنجوم دي كلها المتابعين يا شباب. شوفوا الاساطير، شوفوا شوفوا. لا لا بص انا عندي فكره احلى. انت انت ده ودول النجوم. الله عليك. اوكي عارف انت ايه؟ ايه استنى انت ده. مكسوب يا سحس سحس الكاتب يا شباب. اوكي يا شباب ليبرا اهو، ليبرا وبلانت، شايف ليبرا؟ لا 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 ليبرا اهو، استنى ليبرا فين؟ اوكي استنى يا شباب، هيجيب لنا ليبرا اني. ليبرا ديرت يا شباب. اوكي يلا لا خلاص خلاص كفايه هزار، هو فين ليبرا؟ ليبرا نايم جوه ولا خايف ولا في؟ هو فين ليبرا؟ ليبرا فين؟ مش عارف. اوكي سيبك منه دلوقتي، تعال نجمع خشب عشان نبدا ان احنا نشتغل. اوكي يا شباب انا هنجمع خشبتين خشبتين عشان خاطر نعمل لنا شافل يا شباب، هو الشافل اللي هيظبط لنا الدنيا دي كلها، شافل هيخلينا ننزل تحت الارض. اوكي اوكي دقيقه نعمل كده، بعد كده نجيب الكرافتنج تيبل. لا انا مش عامل كرافتنج، انا لسه عامل. هي اوكي انت عامل كرافتنج تيبل، طيب شكرا. اوكي بتمني بلاني تعمل كرافتنج تيبل، هنعمل منها شافل. حد فيكم عايز شافل تاني؟ خد شافل تاني يا سحت، خد جيف مي بليز، خد خد انت واحد وانا واحد، تعالى يلا يلا يا هي سلام. انت انت اللي معادك هنا؟ انا بعمل رجيم كده، بنط كده. بتعمل رجيم؟ في حد بيعمل رجيم في البيت ولا؟ امشي يلا امشي يلا اطلع معانا، امشي يلا اطلع، خايف يا شيخ، خواف خواف خواف. اوكي يا شباب بنات يلا تعالوا ورايا، تعالوا تعالوا بس بس الصوت بقى، مش عايز صوت خالص، احنا داخلين عمليه سرقه. وانت شيل الانفل اللي فوق راسك ده، شيل الانفل ده، يلا تعالوا ورايا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مش هننزل من نفس المكان اللي احنا نزلنا منه المره اللي فاتت عشان هيتشك فينا والمكان اتسد زي ما انتم شايفين، هننزل من مكان اسطوري تاني، هننزل من هنا كده. يلا بسم الله. أوه. اوكي ساحس بقول لك ايه، انت قول لنا من فوق احنا وصلنا للمكان ولا لا. اوكي يلا, يلا. أوكي. تمام 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 تمام. شوف يا ساحس راقب لنا، قول احنا احنا وصلنا ولا لا. تمام اوكي حط ديرت من فوق يا ساحس، حط ديرت، خد 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 حط الديرت ده من فوق، خبي علينا خبي علينا خبي علينا. هات يا ليبرا. اوكي اوكي ايوه ايوه الله عليكم يا الشغل العالي، الله عليكم. ها وصلت وصلت. ايوه ايوه اوكي قربت توصل. لا لا خبيني خبي 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 خبي. اوكي تمام انت وصلت جوه صح؟ ايوه ايوه وصلت، تعالوا. اوكي استنى بكسر دي، استنى بكسر دي، مش معايا بيكاكس، استنوا استنوا. ايوه يا شباب وصلنا وصلنا وصلنا، هناخد المكالمه بتاع. هي الراجل فوق، استنوا استنوا الراجل فوق، الراجل فوق الراجل فوق، استنى استنى شباب، لازم عشان ناخد البتاع ده لازم نقتل الراجل ده او حد ياخده. حد يعرف يلهي؟ تعرف تلهي يا سحس؟ استنى ما تحفرش خلاص. ايوه ايوه ما تحفرش خلاص، ما تحفرش ما تحفرش خلاص. حاسب حاسب. لا 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 مش من هنا، هنا يعرف ان احنا تحت من بره. أيوة. من بره يا زكي. بص اطلع قول له يا عمو انا عايز ايس كريم،
وعيط له ورينا كده، ورينا تمثيلك، ورينا تمثيلك الاسطوري، انا جاي اتفرج على تمثيلك. روح. استنى، لا انا عندي فكره. ايه؟ انا هسرق حاجه كان انا فار ويجري ورايا. ماشي ماشي، بس اوعى تسرق الموبايل. ها احنا هنسرقه احنا. اقفل ده. يلا خش خش. اوكي يا شباب. هي سرق ايه ده؟ هي سرق الصندوق. اوكي افتح لك الباب. وسع. اهرب يا زحس، اهرب اهرب اهرب. هي جي وراك. هو فين؟ احم. عمو. إيه؟ عمو. عمو على فكرة. اوكي ده الباب مقفول عليه. الباب مقفول عليه على فكرة. هي هي بيجري وراك يا سحس. اجري اجري سحس، اجري سحس. بيجري ورا. لا لا يا شباب، لا لا. اوكي يلا احنا ننزل تحت. يلا انزل. بيضربوه، اضربوه يا رجالة اضربوه. اوكي يا شباب ابدا ننزل من تحت. هنزل من تحت انا. اوكي فين فين المكان؟ تعال تعال هنا هنا. يلا 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 الابرة. يلا بسرعة 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 بسرعة. يا رب الكاميرا ما تجيبناش. وسع وسع، انا هطلع انا. وسع وسع، مش عارف اطلع. اوكي. هي شوف فوقك في ايه. اوكي اوكي في في سلاب، في سلاب هنكسر جنب السلاب دي. اوكي شباب بنات. اوكي اوكي يا رب يا رب نعرف نكسر. كسر. انتوا قتلتوا الراجل. لو قتلوا الراجل قتلوا الراجل. اوكي تمام كسر كده. وسع الابره وسع. اوكي تمام تمام. وسعت الموبايل ده. الله عليك خدت الموبايل يا شباب. يلا هروب 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 هروب. يلا يلا ليتس جو بيبي ليتس جو. يلا 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 يلا. اوكي يا شباب واخيرا واخيرا وليس اخيرا. امكم 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 ما باي باي. هي هتروح؟ ايوه اروح. ماما بتناديني. ماما بتنشوف يا شباب. قلت لكم ان هو جبان وبيخاف، بيخاف اصلا ان هو حتى يسمع اصلا شبح. كلمه شبح دي بيخاف منها يا شباب. يلا تعالوا اتجمعوا عشان انا رينا عليها. تعالوا اتجمعوا اتجمع يا سحس. تعال تعال يا رامي تعال. يلا 3 2 1. سلام عليكم. ايه ده؟ ايه قفلت في وشي؟ وات؟ طب ليه كله بيقفل؟ ليه؟ انا مش عارف. انا نفسي واحد يواجهني. اصلا الحاجات دي مش موجوده، وانا متاكد يا سحس ان هي مش هتظهر تاني. هي ظهرت مره وخلاص، فاهم؟ مش هتظهر تاني. تعالى يا عم نروح. لا استنى. ايه؟ ممكن تكون امها، تكون اختها، مش عارف والله. بس خلاص طالما هي ما ردتش علينا يا شباب احنا هنسيبها ونمشي. احنا عارفين اصلا ان هي مش هتظهر، ولا هي بتظهر، ولا هي حقيقيه اصلا. هي ايه ده؟ البرق ده معناه ايه؟ هي البرق جاي من هنا. البرق جاي من المنطقه دي. هي البرق جاي من هنا شباب. انا بدات اخاف. انا اجري 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 اجري. تعالوا 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 يا عيال. ايه ده ايه ده؟ اعوذ بالله. اعوذ بالله مش درجه. اقرا المعوذات. خش خش جوه. خش اجروا اجروا شباب. لازم نهرب منها. نروح فين؟ نروح بيتنا؟ لا تعال انا عندي فكره اسطوريه. بص احنا هنخش دلوقتي السجن اللي فيه البنت اللي احنا بنقول عشان توصل مقطع 60,000 لايك. هنخش أيوه. السجن بتاعه ونقفل علينا. يلا مو شريره جايه. اجري يا رامي اجري اجري. انت واقف ليه؟ لا 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 شباب لا 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 لا. بليز بليز يا رب يا رب احمينا يا رب احمينا يا رب يا رب احمينا يا رب 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 يا رب. تعال السجن بتاع الست دي. تعال تعال خش. تعال تعال خش خش. شوفوا هي ايه حفرت لنا. بتقول لنا انزلوا. يلا انزلوا انزلوا نقعد معاها. اقفل 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 عشان ما شفناش. اقفلوا اقفلوا اقفل المكان. ايوه تعال. هي تحمينا هي تحمينا هي تحمينا. اوكي يا نسا وسع بس دخلني جوه. تعالى 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 يا رامي. شباب بنات لو عايزين تشوفوا الجزء الثالث اضغطوا لايك واشتركوا في القناه. المقطع ده لو وصل 70,000 لايك هنعمل الجزء الثالث.